كشرينا أهل كرطوز غاليين علينا. بأنفاس مصرية أردنية فلسطينية ودول عدة انطلق المهرجان التجاري المصري في كركوك، والذي يسجل نسخته الخامسة بمشاركة 8 دول عربية و100 شركة. والله حضرتك كركوك مش غريب علينا، دي 5 مرة نيجي كركوك، وطبعا زي ما انت شايف في اقبال كبير جدا على الكشري، وزودنا لكم هنا في الاكلات فول وطعميه، وان شاء الله بقى المره الجايه نعمل لكم الملوخيه والاكلات التانية اللي انتم بتحبوها. بس والمعرض بسم الله ما شاء الله عليه اقبال، والناس كلها تشكر في الكشري، وان شاء الله برده في المرات الجايه ان شاء الله نيجي برده كركوك. وكركوك دي اساسا من احب البلاد والمحافظات كلها على قلبي يعني. هنا انسجمت الثقافات في اجواء شعبيه انعشت فيها الحركه التسويقيه والتجاريه. المرة الأولى كان في إقبال على السوق بفضل الله، فعشان هيك إحنا رجعنا مرة تانية. الحمد لله منتجاتنا كلها طبيعية علاجية، فاللي جربها بالمرة الأولى رجع ياخد للمرة التانية. مو بس أكو مصريين هنا، من سوريا، فلسطين، باكستان، لكن بالدرجة الأساس هم المصريين أصحاب خفة الدم. إحنا بالمسلسلات فقط كنا نشوف عادل إمام، سمير غانم، لكن من إجينا هنا شفنا أنه أكو خفة دم وعادات وتقاليد وثقافة نفس العراقيين تقريبا. تجربة عرض المنتجات في السوق الكركوكية لاقت إقبالا من المشاركين والزوار في آن معا، ما عكس نجاح المعرض الذي اعتمد على تسويق الثقافة والفن وأسماء بارزة من مختلف الدول سيما الشقيقة مصر. اليوم في السوق المصري أحفاد عادل إمام جو وزارة في محافظة كركوك الكريمة، فعلى أهالي كركوك أن يجون للمهرجان ويشوفون حلاوة المصريين وشقاهم وبضاعتهم. ويسجل المهرجان التسويقي نقطة مهمة في سياق تحفيز التبادل التجاري ورفد كركوك بما يستجد في ساحة الأسواق العربية والعالمية.